مخرجات القمة العربية والإسلامية المشتركة الطارئة. إننا مع تقديرنا للجهود المبذولة لانعقاد القمة العربية والإسلامية، ومع ترحيبنا بما ورد في العديد من الكلمات للزعماء والملوك والرؤساء ل57 دولة عربية وإسلامية شقيقة، إلا أن مخرجات القمة قد غاب عنها القرارات والإجراءات والآليات الفاعلة والفورية لوقف حرب الإبادة الجماعية النازية بحق شعبنا وأطفالنا ونسائنا العزل. ألم، غضب، استياء، خيبة أمل، هاي هي مشاعرنا اليوم بعد اضطرارنا لإعلان خروج مستشفى القدس في مدينة غزة عن الخدمة بعد أسبوع كامل من المناشدات المتواصلة للمجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية بضرورة إدخال المساعدات بشكل عاجل لمستشفى القدس. ترك المستشفى يواجه مصيره وحده تحت وقع القصف المتواصل اللي عرض حياة طواقمنا ومرضانا للخطر. اليوم بنحمل المجتمع الدولي، بنحمل كل الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الرابعة المسؤولية الكاملة عن انهيار المنظومة الصحية في قطاع غزة.